كريم. مين هيدا اللي نزلت من سيارته؟ يا الله يا الله، ما خلصنا بقى من هالقصص، ما خلصنا يا عمي. سلمتني ورق الطلاق، شو بعد بدك مني؟ ياسمين عم بسألك مين هيدا اللي نزلت من سيارته؟ ايدك ما بتدقى فيي، نحن على الطريق قدام الناس رح تبهدلنا. حب ذكرك انه بعدك لحد هاي اللحظة مرتي. عفوا؟ لحظة، كأنك قلت لي بعدني مرتك؟ ايه، ومن حقي اعرف مين هيدا اللي كنتي معه، ووين كنتوا؟ ولا يوصلك على البيت؟ كريم مش من حقك تعرف شي، بس اللي من حقك تعمله هو انه تحمل حالك وتفل. نبقى بنلتقى عند المحامي. ياسمين، وإذا مصر تعرف هيدا الدكتور عامر، والدكتور عامر ناطر لتطلقني ليتجوزني. ولي كيف عملت هيك؟ ولي مشدوبة، ولي مشدوبة، ولي مشدوبة. كيف قلتي له هيك؟ كيف قلتي له هيك؟ كيف قلتي له هيك؟ شو بدك تعملي هلا؟ يا الله علي، يا الله كيف بعمل هيك؟ شوفي كيف، شوفي شوفي بدي لاحقك يعني. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت كان فيها شيء. يا ريت طيب احشر على قلبها. فوتي فوتي فوتي. يا الله كيف بحكي هيك انا؟ كيف والله ما بعرف شو صار لي قلت له هيك. هلا اكيد بده يفكر انه في شيء بيناتنا. لك مين هذا اللي بده يفكر في شيء بيناتكم؟ مين؟ كريم المقبور على قلبه جوزي، شافني نازله من السياره مع عامر. عامر هيدا الطبيب النفسي بعد ما فتح العياده تبعه، بس انه انا عم ساعده يفرشها. بعدين كنت انا وجمانه سهرانين وطلع فجاه بوجهي ما بعرف كيف، وردني على البيت. قلت انا بروح بعتذر له، بس رحت اعتذر له طلع بوجهي وقال لي قولي لي اللي بدك تقولي لي اياه. انا قلت له ردني على البيت، وهو ردني على البيت كان واقف كريم. بس وقف كريم رحت عنده قلت له ناطرني لطلقك ليتجوزني. ايش رايك بشو؟